اخوتتي اصحابي، ما دام احنا اليوم انجمعنا وطالعين نتونس، اريدكم تحسسون ان انا مسؤول واشرحوا لي معاناتكم بغنى. والله بعد دائما نحترمك يا اخي، اشرح لي المعانات بغنى. والله دق دق يلا دق. هتفقور لليوم هذا انا حالي، اي والله ما تقول لي شين هي العيد للجيب خالي، اي والله. يا طلع البحر.